في اي، بصي دايسين في اي حاجه. احنا مش مروقين. ايه تقولوا ايه النهارده في الافتتاحيه بالظبط كده؟ نقول لك افتتاحيه ال بصي هو طبعاً. انا فاتنا لا اتفضلي والله ابدا عارفه بحب قوي فاتي البنات لما اتفرج على كوره. لا هو ايه يا قمر، ايه يا قمر، اتفضلي. احب اقول مبروك لمصر و 1-2-3 باي باي جمهور. ما كانش التوقعات لنا ولا انت خدتي بالك؟ كل حد فينا توقع. انا توقعت 3-0 وهي توقعت 2-1 بس انا كنت قنوعه. ايه 3-0؟ انت متخرجي طبعا يا نهاد. كان مين اللي هيجيب الاثنين ومين كان هيجيب انا كنت متوقعه محمد صلاح وانا ما اعرفش ما علينا. فانا اللي اي حد هيجيب جول فيبقى محمد صلاح. مين اللي جاب الجول النهارده؟ لا تريزيجيه. لا انا لا بصي الجهل صحيح في الكوره اوكي بس مابقاش قاعدين بنتفرج ومش عارفين كمان الجول مين. برضه محمد صلاح كان بيلعب حلو بس يا عيني كان مخنوق مشنوق. دايما بيشترك في الجون يعني لازم تحس ان هو صانع الهدف. فدي مهمه جدا. انا حسيت كده حتى في جون تريزيجيه. محمد صلاح انا حاسه في هب. انا حاسه يا جماعه ان كنتوا اي حاجه مش اعلاننا بيقول هبده بدي. احنا يا جماعه الى المنتهى. بس والله انا بصي النهارده حسيت بالفخر لما شفت. انا طبعا فاتنا الافتتاح ان كنا مشغولين هنا في الايفنت بس احلى حاجه ان احنا عرفنا ناس جديده يعني. بس احنا كلنا اتعرفنا على ناس جديده النهارده. تخيلي نهال عارفاها النهارده. بصي يعني تعرفها بدأ لازم. فيفيان وفيفيان فيفيان بتطبخ هايل يعني هي ايوه ما هي اصلا بلوجر يعني انا عارفاها من بس اتعرفتش عليها شخصيا غير النهارده. بيبقى ان انا كنت مودريتر وعملت معاها بقى. انا زي حضرتك كده مذيعه. تخيلي مذيعه بتحاول مذيعه انت متخيله يعني. وبعدين هي تعرف اعز اصدقائي اللي عرفني بيها اعز اصدقائي فود بلوجرز برضه يعني ملاك الرحمه محمد صلاح طبعا يعني الراجل ده يعني انا اسمه محمد صلاح فعلا. ده محمد صلاح. محمد صلاح برضه. محمد صلاح بقى انت جايه لي النهارده في محمد صلاح واحسن واحد النهارده بقول له اعمل ايه تيست ترايل كده فقال لي اعملي لحمه قلت له بعدك انا ما ينفعش اعمل لحمه تاني في اي حلقه من الحلقات. هتقابله في ماتشات تاني؟ هنتقابل تيجي هي بتدخل تحس كل حاجه تدخل ماتشات. انا هروح الماتشين الجايين اكتوبر. تعالي لي بقى نتقابل في اكتوبر. تعالي لي بقى دلعك دلع ما شفتيهوش. ونعمل برضه مايكات. انت اسمك ايه بقى؟ انا اسمي منى. منى قناه لكات.